أول حاجة هنتكلم عن شهداء استشهدوا على أيدي اليهود، ونقدم مثل لذلك الشهداء الحميريون. بلاد حمير هي بلاد اليمن الحالية، يعني نقدر نقول الشهداء اليمنيون. وصلت المسيحية بلاد حمير أو بلاد اليمن منذ القرن الأول المسيحي، بشرهم الرسول بارتولوماوس الذي حمل إليها وإلى بلاد الحجاز الإيمان المسيحي، وترك لهم نسخة من إنجيل متى وجدها العلامة بانتينوس في القرن الثاني. بانتينوس كان مديرا للإكليريكية في الإسكندرية، وحينما زار تلك البلاد في القرن الثاني وجد عندهم إنجيل متى. وانتشرت المسيحية في تلك البلاد. من الخطأ أن نظن أن المسيحية لم تكن منتشرة في الجزيرة العربية، هذا خطأ. المسيحية كانت منتشرة في الجزيرة العربية. صحيح كان في مسيحية هرطقية، يعني فيها هرطقات، لكن المسيحية كانت منتشرة في الجزيرة العربية، وعلى وجه الخصوص في الجزء الجنوبي اللي هو بلاد اليمن. وأهم مراكز المسيحية في بلاد اليمن كانت نجران، مدن نجران وظفار ومأرب وحضرموت، وأصبحت هذه البلاد مركز إبرشية كبيرة في القرن السادس الميلادي. أثار هذا الاضطهاد الملك اليهودي الذي يدعى زونواس سنة 523 ميلادية، وفتك بعدة آلاف من المسيحيين الآمنين، وذكر هذه المذابح باختصار شديد المؤرخ المسلم الطبري في تاريخه. الطبري بيعتبر عمدة من العمد الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي. كانت باكورة هذه المذبحة أن قتل الملك اليهودي زونواس عن طريق الغدر والخيانة 300 راجل في مدينة ظفار في ليلة واحدة، بعد أن أمنهم على حياته، وبعدين رجع في الأمان اللي ادهلهم. وفي الصباح كان بالكنيسة 200 رجل من الإكليروس والعلمانيين معتصمين فيها، فأحرق الكنيسة بمن فيها، وأوفد رسلا مع كهنة من اليهود إلى جميع البلاد الخاضعة لسلطانه لقتل المسيحيين أينما وجدوا إلا إذا أنكروا المسيح وتهودوا، يعني صاروا يهودا، كما أمر أن يحرق مع بيته كل من يخفي مسيحيا فضلا عن مصادرة أمواله. ده كان في مدينة ظفار. كرر المأساة في مدينة نجران. أرسل إلى أهلها كهنة من اليهود وحملين معاهم توراة موسى وكتاب مختوم بخاتم الملك زونواس، وحلفوا لهم بالتوراة ولو حي شريعة موسى اللي فيهم الوصايا العشر. اليهود يحلفوا يقولوا حياة العشر كلمات، القسم اللي بيقسموه باللغة العامية. حلفوا لهم بالتوراة ولو حي شريعة موسى وتابوت عهد الرب وإله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أنه لن ينالهم أذى إذا سلموا مدينتهم للملك. فوثق أهل نجران بهذه الوعود، وخرج إلى الملك 300 من أشراف هذه المدينة. أول ما قابلهم أكد لهم الوعد بتاعه وقال لهم هاتوا لي بكرة طلعوا لي 1000 رجل آخر، ومسك دول على دول ووزعهم على الرجالة بتوعه 50-50،
مسكوهم، وبعد أن أطعموهم أوثقوهم قيدوهم وجردوهم من سلاحهم، وبعدين راح بعت قبض على جميع المسيحيين في المدينة، وأدخل هؤلاء وأولئك مع الإكليروس والشمامسة والعبارة والشبان والشبات في الكنيسة، وأضرموا النار بالكنيسة فأفناهم عن بكرة أبيهم. وما كانتش نساء نجران مع الإماء، النساء العبيد ما كانوش على علم بما يجري، فأما أول ما عرفوا وشاهدوا كنيستهم تحترق بمن فيها صارعنا إلى الكنيسة، وكانوا بيلقوا أنفسهم في النار، ومن بينهن شماسة تدعى أليشبع، وكانت شقيقة ماري بولس أول أسقف لنجران الذي استشهد أيضا على أيدي اليهود قبل هذه الأحداث. هذه الشماسة أليشبع مثلوا بها شر تمثيل، وبعد أن قيدوها سكبوا زيتا مغليا على رأسها وعذبوها بعذابات كثيرة حتى استشهدت. وممن استشهدوا في هذه المذابح الحارث بن كعب رئيس قبائل نجران بعد محاولات عديدة لكي ينكر إيمانه بالمسيح. أنا في الكلام بتاعي أنا بلخصت كتاب قد كده عن شهداء، لأن دول حوالي 4000 شهيد في بلاد اليمن على يد هذا الملك اليهودي ذو نواس. استشهد معه عدد غفير من قبيلته، وممن استشهد في ايضا في نجران طفل عنده 3 سنين مع امه بعد حوار مثير بين الطفل والملك اليهودي، حتى اندهش اليهود الحاضرون وقالوا: تأملوا هذا الاصل الرديء او الذرية الرديئة، يقصدوا المسيحيين بيقولوا على الطفل، تأملوا هذا الاصل الرديء منذ كيف يتكلم طفولته، تبصر كيف استطاع ذلك الساحر المضل، يقصده السيد المسيح، ان يضل حتى الاطفال. اللي بالمناسبة دي اقول لكم ان الامهات المسيحيات في القرون الاولى اللي كان الاستشهاد فيها جاري، كان اول كلمة يعلموها للاطفال دلوقتي يقولوا بابا ماما، لا، اول كلمة كان يعلمها له انا مسيحي. وعندنا قصة استشهاد رائعة لطفل اسمه قرياقس وامه اسمها جوليتا، بيسموها في المراجع العربي يوليتا، لينا كنيسة واحدة باسمها في القطر المصري في مدينة طهطة لقرياقس وامه يوليتا. الولد ده بقى يضرب في الوالي ويقول له انا مسيحي انا مسيحي انا مسيحي، لدرجة اخر ما زهق منه الوالي راح ضربه على البلاط بتاع الارض، اتفلق دماغه واستشهد هذا الطفل. يا ريت نتمثل بامهاتنا القدام. اما عن عدد من استشهد من المسيحيين على يد ذي نواس الملك اليهودي، يقدرهم المؤرخ المسلم الطبري ب20,000، لكن الوثائق السريانية التي سجلت هذا الاضطهاد تقدرهم ب4,000 فقط من الإكليروس والعلمانيين فضلا عن النساء والأطفال.